السلام عليكم، أبدأ بالله مسمية وعلى رسوله مصلية. كان المفترض أن يكون اليوم معنا القصة الرابعة من كتاب أربع أصابع، لكن اليوم في قصة برا الكتاب. القصة أخذتها من صاحب القصة نفسه، يعني هو اللي يقول لي القصة وقال وقيلة. الله سبحانه وتعالى حينما قال في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأنصرنك والعبادحي في دعوة المظلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بينها وبين الله وبين الله حجاب. القصة اليوم يعني فيها من العجب وفيها من يعني القوة الإلهية والتبكير العاجل في دعوة المظلوم. يقول صاحبنا، وخلنا نسميه خالد، يقول صاحبنا خالد، يقول: أنا في البيت معي أمي وأختي. يقول: كانت أمي وأختي من الناس اللي مثل بقية الناس يترزقان الله من الأسرة المنتجة. يقول: فاتفقنا مع أحد المحلات نصلح شيء معين ونعطيه هذه الشغلة ويبيعها في المحل حقه. يقول: أول 5 شهور يقول كان الاتفاق ما بينه وبينه شفوي. يقول: بعد 5 شهور يقول صار فيه فواتير وصار فيه أوراق وصار فيه الأمور، يعني كل شيء مثبت. يقول: مرت الشهور والأمور طيبة. يقول: يوم من الأيام كلمني أبو فلان: تعال عندي في المكتب. يقول: أروح عنده؟ قال: خلاص أنا ما عاد أبي أستمر معكم. قال: أنا حقك يعني هذا شيء راجع لك يعني، لكن لا تنسى ترى باقي أول 5 شهور لسه ما حسبتني عنده. أول 5 شهور لسه ما حسبتني يعني. قال لي: وش 5 شهور؟ قال: تذكر 5 شهور الأولى اشتغلنا بين كان اتفاق ما بينه شفوي. قال: ما عندي لك ولا ريال. قال: يا ابن الحلال، هذا حقي وتعب أمي وتعب أختي، شلون يعني؟ قال: أقول ما عندي لك ولا ريال، واللي بيني وبينك هذا الورق وانت خدته حقك، غير كذا ما عندي لك شيء، امسك باب اطلع برا. يا ابن الحلال غير بدل. قال: أقول لا أضيع وقتي وأطلع من المكتب. قلت: يعني هذا آخر كلامك؟ قال: نعم هذا آخر كلامي، ولا عندي شيء ثاني. قال: اسمع، عسى الله يبتليك في مرض لين أوقف عليك. يقول: أطلع وخلي. يقول: قهرني، يقول أكل حقي وتعب أختي وتعب أمي والمجهود والثقة اللي بينه وبينه والشهور اللي قضيناها معه كذا بكل سهولة. قال: يمسك الباب وعليك ولا حق. يقول: دعيت هذا الدعوة عليه وتركت على الله سبحانه وتعالى. يقول: مرت الشهور، هو تفاجأ باتصال، أطالع الاتصال، ولد صاحب المحل: هلا والله، كيف الحال وش أخبارك؟ عساك طيب؟ إذا ما عليك أمر تعال المستشفى الفلاني. قلت: عسى خير. قال: تعال المستشفى إن شاء الله ما يصير لك الخير. يقول: بالفعل شغلت سيارتي وتوجه للمستشفى الفلاني وروح للعناية مركزة أو العناية الفائقة. يقول: يلبسون وحالتهم حال، يعني يقول: وادخل عليه. أطالع: أنا فلان اللي كنت أشتغل عنده في المحل، أو أشتغل معه في المحل أو عنده. قلت: عسى خير إن شاء الله. قال: تدري وش صار فيني؟ قال: لا والله ما أدري وش صار فيك. طبعا صاحبنا شو يقول؟ يقول: خلال الفترة هذه الماضية اللي هو جحد حقي، يقول يعني صار بيني وبينه عداوة، ما عاد يكلمني ولا عاد يعطيني أي وجه، يعني حشوف أنا أسوأ كيف. قال: اللي صار لي، يقول: جتني جلطة في القلب، وبسبب هذه الجلطة تعطلت عندي الكلى، وأنا الآن مثل ما تقدر تقول بين الحياة والموت. أقسم بالله من أول ما جتني الجلطة، يقول: ما يجي في بالي إلا أنت وأمك وأختك. يقول: والله العظيم ما رحت عن بالي. قلت: طيب هاش تبي من داهي؟ قال: تكفى، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، خذ حقك وتكفى، حلني وبحني، تكفى، الله يرحم والديك، تكفى. أنا بين الحياة والموت، أنا ما أدري هل بحي أو لا، أنا جلطة بالقلب والكلى عندي الآن متعطبة
هم الآن قرروا علي غسيل، والغسيل موقفينه. ليش؟ عندي مشاكل في القلب، لازم يضبط القلب عندي عشان يسوي لي الغسيل. تكفى الله يرحم والديك، علمني كم حقك وخذ دراهمك وحلني وبحل. كم حقك؟ قال 5000. 5000؟ قال بعطيك 7000. قال لا لا، دام الحق أنا حقي 5000، ما أبي أكثر من 5000. ويلفت على ولده قال جيب جوالك، ويعطيه جواله قال عطني رقم حسابك، ويحول له 5000 ريال. قال تكفى تكفى حلني وبحني. قال الله يحللك ويبيعك. أخذ حقي وأخذته خلاص، أنا ما علي منك شيء. طلع خوينا من الغرفة لحقها ولده، قال تكفى يرحم أمك، يرحم أمك، تكفى دق على أمك. قال الله يرحم والديك، دق على أمك ودق على أختك، خلهم يحللون ويبيحون أبوي. أنا عارف أبوي والله ما راح يرتاح، يكفي أبوي اللي في تكفى. قلت له سمي بشرك، قلت له أطلع جوالي ودق على أمي. يا يمه الموضوع 1 2 3، الرجال الآن في جلطة بالقلب وعنده كلى، ورجع حلالنا ورجع حقنا، والرجال ما طلب إلا أنك تحلينه وتبيحينه. قالت له أبد أبد، يكفي اللي جاءه، وعسى الله يحل له ويبيح دنيا وآخرة. قال أختي جنبك، قالت قال عطيني الجو، عطيها الجو لقوة أكلمها تحت سامحينه. قال أبد الله يحل له ويبيح دنيا وآخرة. طبعا هو دخل وخلاه يسمع انهم يسامحونه. يقول طلعت من المستشفى والأذيان، يقول بعد اسبوعين اللي صار له معجزة، اللي صار له معجزة خلال اسبوعين هذه ما قدروا يسووا له غسيل للكلى على اساس مشاكل في القلب. بعد اسبوعين حولوه على الغسيل. وقت ما حولوه على الغسيل سووا له الكشوفات، طالعون قال انتم مرسلين واحد سليم، شلون سليم؟ قال كل عنده سليمه، ما فيها اي اشكاليه. يرجعونه مره ثانيه يسوون كشوفات وتحاليل من جديد، والرجل راح من عنده الكلى نهائيا نهائيا راح. بعد ايش؟ مرجع الحق، بعد ما رجع الحق لأصحابه. أظن يا جماعة الخير ظلمات يوم القيامة، لا تظن في يوم الأيام أنك إذا ظلمت أحد وهذا الشخص ما قدر يأخذ حقه أنك تفلت، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بذاته العلية وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تتوقع أنك إذا كنت ذكي وقلت أن الطرف الثاني ما قدر يأخذ حقه، أما أنه ما عنده ظهر، ما عنده أهل، عامل جاي من برا وانت فلت عليه، ما عطيته حقوقه، أو كان ضعيف، أو أيا كان، لا تسوي نفسك قوي أبد. ليش؟ إن إذا ما أخذ هو حقه بالدنيا ما بتروح يوم القيامة، ما فكرت في يوم القيامة، ما فكرت أن في ملك يسجل عليك، ما فكرت في قول الله تعالى لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم القيامة بينطق لسانك، بتنطق يديك، تنطق رجليك، ينطق كل شيء ضدك. لا تظن نفسك قوي أبدا، متى ما ظنيت نفسك قوي راجع نفسك، لا تظلم أحد وتوقع أن ما في أحد راح يحاسبك. لا لا، بتحاسب والله، سوف تحاسب. أبعد عن ظلم الناس. ودائما يقولون ينسى الصافع ولا ينسى المصفوع، وينسى الظالم ولا ينسى المظلوم. لا تشرح لأحد إذا شفته زعلان على أحد جاي بقلبه، لأن أنا اللي تضررت، مو بنت تضررت، أنت حاط رجل على رجل وحقك عندك، ولا أحد ظلمك. لا تجي عنده وتنظر قدامه وتتكلم بالقرآن أو بالسنة. أي أحد ينظر لا تقول أنه كذاب، بس شوف حاله إذا هو تعرض إلى ظلم، هل هو بيقول القرآن والسنة هو، ولا بيقول أباخذ حقي، أو بيقول أنا بحط بقلبي وما راح أنسى سواه فيني. الظلم ظلمات يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.